ممكن بتتساءلوا شو علاقة الهندسة المعمارية بالطيران؟ بس قبل ما أجاوبكم على هذا السؤال خلينا نرجع شوي بالوقت. قبل 100 سنة كان في مهندس معماري اسمه هارفي تخيل ناطحات سحاب مع مهابط للطائرات ورسم مناظر مستقبلية خلال العصر الذهبي للطيران. اليوم هاي المهابط هي موطن للطائرات الكهربائية اللي بتقلع وبتهبط عامودياً واللي هي تدعى بـ EVTOL Electric Vertical Takeoff and Landing Aircrafts. وعلى مدار الخمسين عام الماضية غرست هوليوود في أفكارنا حلم السيارات الطائرة. بس عشان يتحقق هذا الحلم احنا بنحتاج لإنشاء مهابط لهذه الطائرات واللي هي تسمى بـ Vertiports. فتصميم الجيل القادم من وسائل النقل والمدن يتطلب منا كمهندسين معماريين أنه نواكب التطور، لأنه زي ما احنا عم نتعلم عن جسم الإنسان وأبعاده لتصميم المساحات والمباني وحتى الأثاث، بتواجب علينا أيضاً أنه نفهم صناعة الطيارات. ومع قلة المعايير لهاي الطائرات نحتاج إلى تصميمات بتتناسب معها، وعلينا أيضاً كمان نفكر في كيفية تأثير تصاميمنا على قدرات الطائرات لما بتقلع وبتهبط. وحتى لو إنه إحنا ما عم نصمم مباني فيها vertiports رح نشوف كتير قريب الـ EVTOLs Air Taxis بالهواء، وامتلاك الناس للطائرات وشراء المنازل المصممة على مدارج الطائرات صار إشي شائع جداً وعم نشوفه في بلاد كتيرة. فإحنا كمصممين معماريين نعرف قديه صعب علينا إنه نهدر مساحة من الأرض بس عشان نصممها أو نحط عليها مدرج أو شارع. مشان هيك كتير مهم من الآن إنه نتعلم كيفية تصميم هذه المطارات، لأنها حتكون جزء لا يتجزأ من مبانينا ومن النسيج الحضري، وهي ميزة كبيرة جداً رح تكون في تشكيل مستقبل النقل والسفر.